كان رمضان شهر اللمه، فاحنا كمان في الاهلي في رمضان بنحب نتجمع ونخلي نجوم النادي الاهلي يتقابلوا معاكم ومع بعض، يمكن ما يكونوا يعني ما اتقابلوش من كتير. النهارده معانا اتنين من نجوم النادي الاهلي، والاتنين اخترناهم عشان يكونوا فراوده. نجوم النادي الاهلي كابتن اشرف ممدوح وكابتن رامي ربيع، هم ضيوفنا النهارده في الاهلي في رمضان. نقول لهم كل سنه وانتم طيبين ونرحب بيهم في البدايه. كابتن اشرف كل سنه وانت طيب ورمضان كريم. احمد كل سنه وانت طيب، وكل سنه وكل جمهور النادي الاهلي ومصر والوطن العربي بخير وصحه وسلامه دايما. سعيد بوجودي معاك دايما انت عارف، وطبعا سعيد بوجودي مع مريم، وطبعا رامي يعني من نجوم النادي الاهلي، يعني انا مش عارف اعمل ايه في الطول ده، فرق الطول كبير قوي، بس يعني تمام. بدايه يعني غير مبشره يا كابتن رامي. كل سنه وانتم طيبين، منورنا ومشرفنا في الاهلي في رمضان طبعا. ويمكن لما بنتكلم عن رمضان، الحقيقه النادي الاهلي كان ليه عدد كبير جدا من البطولات والمباريات الصعبه في شهر رمضان، واكيد انتوا عاصرتوا يعني فتره من هذه الفترات. خليني ابدا بيك كابتن اشرف، اصعب فترة كانت ليك وأصعب بطولة ومباراة مع النادي الأهلي في رمضان؟ مريم دخلت في البطولات على طول. البطولات على طول. أهلي يعني بطولات. يعني بطولات عندها حق طبعا. بس خدي بالك إن رمضان مش بس بطولات، رمضان كمان دورات. يعني طبعا صحيح. الأهلي المصريين كلهم يعني أكتر فترة بيلعبوا فيها كرة في السنة دي حقيقة هي في رمضان. يعني من اهم مميزات الدورات الرمضانيه هتبقى في التوقيت ده، في التوقيت ده. احنا لسه بنتكلم عن موضوع الدورات ده في يعني بعد السؤال ده. سالني انت بتلعب في انهي دوره بيبقى ليها اجواء مختلفه طبعًا. والناس بتتجمع، يعني حاجات حلوه الحقيقه، وذكريات بتبقى لطيفه. لسه بتشاركوا فيها يا كابتن اشرف؟ طبعا الحمد لله. قبل في حاجه في رمضان الكوره كنتوا بتلعبوا دورات رمضانيه؟ دايما. يعني هي الدورات الرمضانيه دي ليها اجواء مختلفه، يعني الجمهور حواليك ناس كتير وليها طابع مختلف الحقيقه، يعني في رمضان كمان بيبقى ليها اجواء مختلفه جدا. رامي طبعا في البدايه يعني كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب. وحشنا والله يا كابتن احمد. وانت كمان طبعا. طبعا موضوع الدورات ديت وبالاخص لما بتكون في البلد اللي انت اتولدت فيها واهلك واصحابك وكده. ابتديت فين؟ انا من المنوفيه، من بركه السبع، ف على طول الدورات ديت وانا مثلا في تانيه اعدادي. الدورات دي على طول احنا واصحابي ليا جروب كده مع بعض، بنبقى لنا فرق بيبقى في البلاد، انت عارف بقى ايه بيسموها؟ الانتر ومانشستر والحاجات دي. الحاجات دي كلها اسامي كرييتف دايما. ايوه مرينا بيها. وبارما، احنا كنا بارما كله كالتشيو، كله دوري ايطاليا وقتها. الدوري الايطالي كان ليه صحيح كان بارما، كان بارما وبنلبس طقم بارما كل حاجه ومشتركين بقى، وكنا احنا صغيرين والناس اللي هي مسمعه في البلد اللي هم الكبار الاكبر مننا، فالاجواء دي كلها بتبقى حلوه. لحد السنه دي على طول بيدخلوني معاهم. ما بروحش العب كتير، بس بروح بقى مثلا قبل نهائي العب معاهم وكده يعني. فالجو ده طبعا ده بيبقى رمضان يعني، وفرصه الحقيقه ان انت تتجمع مع ناس بقالك كتير ما شفتهمش. طبعا الدراسه والحاجات دي. اشرف كنت بتلعب فين؟ دورات كتير الحقيقه، يعني عندنا في الصعيد احيانا، بس ما كنتش بلعب هناك، يعني بلعب وانا صغير في الدورات الرمضانيه هناك، لكن زي ما بيقول رامي كده بروح في فاينل يعني اقرب الناس او حاجه كده، انما الدورات هنا في الصيد وفي زد في دوره الصيد هي دايما هي طبعا الصيد مشهوره جدا. بس اكتشفوكم او بداياتكم بقى يعني بروفيشنال من الدورات دي ولا دخلنا اختبارات وحاجات كده؟ لا الحقيقه النادي الاهلي وقتها وانا عندي 15 سنه كان في بطولات للجمهوريه للناشئين، وكنت انا منتخب شمال الصعيد، وكان في بطوله في اسكندريه، وكان وقتها كابتن دكتور عمرو ابو المجد ربنا يديله الصحه، وكابتن مصطفى عبده كان ماسك منتخب مصر للسن ده، واختاروني منتخب مصر والنادي الاهلي من هنا، وتعاقدوا بقى مع نادي المنيا علشان ابقى موجود في النادي الاهلي.